المركز الخامس، ولكن العطية رموز بن هيان، الوثبة ورموز عادت الواصلة مرة أخرى. عاد شعار بن دري وتحرك شعار بن بخيتة مع المركز الرابع، ولكن رموز العطية عبد الله بن خليفة العطية يتابعها، عبد الله بن خليفة العطية يتابعها من الجانب الآخر، ولكن خلاص فازت رموز. ولكن دير بالك، عادت الواصلة ولكن رموز تهانينا نزفها على الهواء مباشرة لعبد العزيز بن خالد العطية. سلام لعبد العزيز بن خالد العطية، سلام على فوز رموز بالمركز الأول. هيام بن سالم العامري مشاكس وصل صباح الخير للمروم، صباح الخير لدبي 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 لدبي. الله، هذا هو شعار بن هيان الحاضر في هذا الشوط الرئيسي، محقق شوطا رئيسيا في الشحانية مع هذا الشعار الكبير، مع مشاكس حمد بن هيام بن سالم العامري. سلام للوالد، سلام لهذا الشعار ولداعم هذا الشعار راعي اليمشة. صباح الخير بن هيان، صباح الخير، صباح الناموس مع مشاكس في الشوط الرئيسي الأول. مغثة أبناء الشحانية مع مغثة وعلاج، ولكن بنجرحب ينطلق مع مغثة، يندفع مع مغثة وسالم بن حسين بن محمد بنجرحب المر. سلام يا بن جرحب، سلام يا راعي مغثة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير والمميز. مغثة مع الناموس، مغثة مع الانتصار، تهانينا والناموس لسالم بن حسين بن محمد بن جرحب المري المركز. تحرك الشمالي مع اللحظات الأخيرة مقدما هذا العرض الكبير والأداء الجميل. أهنيك يا بالحلوس على هذا الأداء، أهنيك على هذا الإنتاج الطيب وعلى هذا الإبداع والإمتاع الذي قدمته للجماهير المحبة والعاشقة للشعار بالحلوس. ها هو الشمالي يقدم هذا العرض من البداية لين النهاية، يواصل هذا التحدي وهذه العروض الخيالية مع الامتار الاخيرة. الشمالي يظفر بالناموس، وسلام بالحلوس، سلام، تهانينا والمبروك لمحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري على فوز الشمالي وتحقيقه للانجاز، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني شاهين سالم بن محمد بن حران الفهيدي. منصور بن عبد الله بن علي العطية، ولكن اعود مع مخيفة مع الشوط الرئيسي انتاج قطر. هنا هذا الحضور، الله يا فاران، يقدم لنا مخيفة على الصدارة. نتابع مخيفة وانطلاقتها، الله، سلالة مشرف ولد شروق، سلام بن قريع، سلام هذا الأداء والانطلاق الممتاز مع مخيفة، فاران بن عتيق بن محمد آل بريد وسلالة مشرف، سلام مخيفة هذا الأداء والانتصار هنا مع مخيفة ولحظات الوصول، تهانينا والناموس لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري المركز الثاني. مع
الرباعية، رباعية على المقدمة، ولكن العديد العديد هادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري بإنجازاته وكفته المليئة هناك أيضا في المملكة العربية السعودية، ولكن الله الدرع الدرع يعود الدرع في محمد بن فران بن عتيق بن قريع، ولكن العديد 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 هادي بن سالم بن لفجح يا سلام، وسلالة العديد هناك ولد عز الجيش، سلام والتحية والاحترام مع هذه السلالة العريقة، تهانينا يا بن لفجح هادي بن سالم بن لفجح مع الشوط الرئيسي لإنتاج قطر، العديد ولد عز الجيش سلالة هذا العديد، تهانينا والناموس لهادي بن سالم بن راشد بن لفجح. قدم الشايب على المركز الاول وسلالة سردال هنا تنطلق على المركز الاول، منطلقة بهذا الثبات، منطلقة بهذا العطاء، انطلقت انطلاقة الكبار هنا ودعت مع هذه الامتار الاخيرة، ودعت مع هذه الامتار الاخيرة ووصلت بسلام، ما شاء الله وتبارك الله، انتاج سردال، انتاج سردال هنا، حمد حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك بن دلموك من قدم لنا هذه النجمة، خير تقديم، تهانينا والناموس. المريخي المريخي اهالي روضة راشد حاضرين بالتحدي الكبير، منطلقين بالصدارة، مقدمين لنا انطلاقة نسناس على المركز الاول ومع مقدمة هذا الشوط ليتواجد مع الصدارة والمقدمة، لينطلق مع هذه البداية سلالة معروف معروف الخليفة، تحضر هذه السلالة، تحضر هذه السلالة المعروفة بانطلاقة نسناس على البداية والصدارة، محمد بن خميس بن عويض المريخي لك التهنية، لك الناموس على هذا الفوز المستحق، ولأبناء روضة راشد لهم السلام والتحايا على هذا الفوز المستحق ولحظة وصول نسناس إلى خط النهاية، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مزاحم لفران بن عتيق. وانطلقت ايضا مطرح حمد بن محمد بن سهيل العامري، واندفعت ايضا هذبة علي بن سعيد بن سالم الزرعي، الثلاث المراكز الاولى على خط واحد في منافسة ثلاثية مع الامتار الذهبية، من المنتصر في هذا الشوط الرئيسي؟ الله 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 الله، لكن الصدارة مطرة 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 على مقدمة الشوط على المركز الأول، حمد بن محمد بن سهيل العامري اللي قدم لنا شعاره، وهذا هو أيضا شعار بن عويضان يقدم لنا الاندفاع، مطرة 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 طارت بالناموس والانتصار إلى دولة الإمارات، سلام يا مطرة، سلام سلام يا بن عويضان، هذا الحضور الجميل مع مطرة، تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سهيل العامري اللي قدم لنا مطرة في هذا الشوط الرئيسي. ملهم بشعار بن نهيان، طايب بشعار بالخديدة، الله الله الله، المثلث الذهبي طايب 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 مع الصدارة، عتيق بن زيد بن عبيد بالخديدة يقدم لنا طايب، ذباح من الجانب الآخر، عبد الهادي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة بن نهيان مع ثالث المراكز مع ملهم، ولكن أعود إلى الصدارة إلى البداية، هناك طايب طايب عتيق بن زيد بن عبيد بالخديدة يتقدم مع طايب وذباح من الجانب الاخر، ولكن ولكن طايب 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 مع الفوز والانتصار، طايب بشعار عتيق بن زيد بن عبيد بالخديدة، تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، ثاني المراكز.
الفلاحي مع المركز الرابع، المركز الخامس الكايدة سالم بن محمد بن حران ألف هيدي، ولكن العودة إلى صدارة الشوط إلى بن جبران طار بناموس هذا الشوط، أقلع مع الأمتار الأخيرة والخطيرة، الله يا سلام الصغيرة مع المركز الأول جابر بن سالم بن جابر الجربوعي، ولكن بن دحروي، بن دحروي قادم مع ثاني التحديات مع النهضة، النهضة الأمتار الأخيرة الصغيرة، النهضة بن دحروي، بن دحروي يتسلل من الجانب الآخر من ميمنة الميدان ينطلق بناموس هذا الشوط مع النهضة، مطر بن محمد بن دحروي العامري، سلام مرغم سلام على هذا الأداء المميز والكبير، تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري على طارت إلى الزعفران، طارت إلى الإبداع، طارت في مهرجان المؤسس، طارت في هذه الانطلاقات القوية، الاسم القادم وهو أدهم مصبح بن محمد بن محمد الأغفلي، ولكن العودة إلى البداية والأمتار الأخيرة، العطوي والفراج، شاهين ومتعب، متعب وشاهين، الأمتار الأخيرة، اللحظات هنالك الجميلة، ولكن شاهين الأقرب إلى السلام، الأقرب إلى الزعفران، الأقرب إلى الإبداع، وفهد بن سالم بن سليم بن هرماس العطوي ذهب بالسلام إلى ابن المسند تتحرك في هذه اللحظات، ناصر بن عبد الله المسند يقدم لنا مربوح المقامر في المتابعة، تحرك المقامر يا اخواني، انها امتار هذا المضمر الكبير، يا ما مثل الدولة في المحافل الكبرى، يا ما مثل الدولة في المحافل الكبرى، سواء متابعا للشعار او بشعاره الخاص، يقدم لنا مربوح لتكون هي الرابحة في هذا المسار الكبير في هذا الشوط المثير. شكرا للمقامر سعيد بن بطية الزعبي من تابع لنا مربوحة المملوكة لناصر بن عبد الله المسند من حققت هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني سفطان بن جبران، المركز الثالث الأخير يا سلام محققا الناموس والانتصار بحضور والأروع هنا مع المركز الأول مع الصدارة، المركز الثاني يتواجد لايق عبد الواحد بالخزع العامري مع المركز الثاني، المركز الثالث هنا متعب صالح بن فهد بن ناصر الهاجري، ولكن المناعي قفل الشوط راح بناموس هذا الشوط، يعلن حضوره المميز في صباح هذا اليوم في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مع الصدارة مع المركز الأول والضاح محمد بن حمد بن عيسى المناعي، يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة، مشكور الهاشمي على هذا الأداء المميز اللي يقدمه أيضا هنا مشاهدي الكرام والضاح محمد بن حمد بن عيسى المناعي، تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الفوز. الأخيرة مرهية بالسبق تحركت رها وآخر الأمتار، بينما نقول كما قال الشاعر محمد بن عبد الله الزعبي رحمه الله، خالط زين جوهرها قبالينها مالها في جميع الجيش كله نديد مثل شيهانة اللمت جناحينها، أطلب أن الحمام وفرق أن حديد. شكرا يا بن عمارة، أربع نقاط في الرصيد وتضيف الإنجاز تلو الإنجاز، رها 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 هي البطلة، هي البطلة المتوجة، تستاهل مادة الزعفران صاحبة السيارة في المحل الخامس، وتضيف هذا الإنجاز رها لعبد المحسن مطالب بن عمارة المركز الثاني. حضرت هنا شوق فران بن عتيق المركز الأول لينطلق نحو الصدارة، لينطلق نحو القيادة، المركز الثالث
وتابع الوسمي لهادي بن راشد. هنالك بن قرح خادم مع المركز الثالث، شعار الزعبي على المركز الرابع، شعار البريدي على المركز الخامس، لكن الصدارة متعب على المركز الأول، متعب مع المركز الأول. الله بن شعفول يقدم لنا متعب. المركز الثاني الوسمي هادي بن راشد القرح المري مع المركز الثاني متعب بن شعفول، حتى هذه اللحظات يسيطر على الناموس بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، ينطلق بهذا الأداء الذاتي بهذا الانطلاق الجميل بهذا الرقص السعودي الجميل. تهانينا والناموس لأبناء المملكة، تهانينا لأهل النعيرية على هذا الفوز المستعر وعلى بن احمد المسند. المركز الخامس قادمه بشاير محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي، ولكن الصداره 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 الصداره. الله 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 الله، انجاز انجاز انجاز، تبحث على الانجاز. الله على هذا الاداء، على هذا الحضور، سلام يا انجاز بهذا الحضور الفاخر. انجاز انجاز انجاز، تنجز المهمه بشعار فاران بن عتيق البريد المري اللي قدم انجاز، ولكن الخطر من هذبه هذبه تبغي حقوقها المنهوبة في اللحظات المثيرة. هذبة وانجاز انجاز وهذبة بن هيان بن هيان والبريدي، اللحظات المثيرة ما بين انجاز ما بين هذبة 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 هذبة، غيرت غيرت مع الصدارة. سلام هذبة سلام، تهانينا لحمد بن هيان بالسالم العامري اللي قدم هذبة في اللحظات المثيرة. ما شاء الله غير مهند، انطلق مهند، عبد الله بن جار الله بن علي النابت يقدم مهند مع اول الاسماء واول التحديات. ثانيا يحاول قاضي منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني، ولكن مهند مهند مع الفوز مع الانتصار. عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يقدم لنا مهند بهذا الانطلاق المميز. مهند عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، وسعد الله صباحك يا ابو جار الله على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا تهانينا والناموس لمالك مهند عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري على فوز مهند. ثاني المراكز وصل ثاني التحديات. انطلقت الى البداية، طلتها على المركز الاول غير، ونكتب يا دا غير، انطلق مع الامتار خير. الله يا سلام يا سلام، طلة بشاير اي صراع ثنائي، انطلقت طلة 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 على البداية ما شاء الله عليها، اداء اسطوري. مبارك بن سهيل بن غانم الاكتبي، ولكن بشاير العيد. يا سلام، عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة، بطل بطل بطل، متحدي دائما حاضرا، هذا الشعار المميز شعار العيدة. عبد الله بن سعيد العيدة، سلام يا العيدة سلام على فوز بشاير. المركز الثاني طلة مبارك بن سهيل الكتبي، المركز الثالث شعار اقهوى من انطلقت على البداية ورعات بالمركز الثاني. المركز الثالث هي جمايل، جمايل ورعات وقهوى، اقهوى بالمركز الاول ما شاء الله وتبارك الرحمن. تنطلق اقهوى بالمركز الاول، تقدم لنا الاداء الرائع. الغفراني يا اخواني قند راسه بقهوى، قند راسه بقهوى، انطلق مع الامتار الاخيرة، قدم لنا قهوة بهذه الانتصارات المتميزة. الغفراني وقهوة، قهوة والغفراني ومادة الزعفران ولو شاح تذهب الى قهوة بكل امتياز ولحظة وصولها الى لنا
الكايدة، ما بين الكايدة، ما بين بحور، ما بين بن كليفيخة، ما بين بن فران واللحظات الأخيرة، الأمتار الصعبة، مادة الزعفران تنتظر فائز من هذه الأسماء. الميتين متر الأخيرة، الميتين متر الصعبة، الأمتار الكبيرة، بعنفوان بحور، بوصول الكايدة، ياهي من أمتار بن كليفيخ بن فران، الأمتار الصعبة، الكايدة، بحور، لمن الانتصار؟ لمن الناموس؟ بحور، بحور بن فران، بن كليفيخ يقدم لنا الكايدة، الأمتار الأخيرة، الأمتار الصعبة، بينما هنا من تحقق هذا الانتصار وهذا الناموس؟ بحور لعلي بن محمد بن جابر بن فران المري المركزي. العامري بعد التجاوز للخمسمائة متر النهائية، الله يا السلام، شوط الختام لمن؟ لمن ما بين هذه الأسماء؟ ثروة تنطلق، أن ذهبت إلى الناموس مهدية السلام، ما شاء الله عليها، هذه السرعة المجنونة، هذه السرعة المميزة التي تليق بمثل هذا المهرجان، مهرجان المؤسس، الله 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 الله، سلام بالكيلة، سلام محمد بن سعيد بالكيلة العامري بطل هذا الشوط، تهانينا تهانينا والناموس على فوز ثروة من خلال أدائه المميز، تهانينا والف مبروك، هذه لحظة وصولها، تهانينا والناموس يا محمد يا بن سعيد يا بالكيلة. المركز الثاني ضاري راشد بن شليوح بن غفان الجابري المركز الثاني. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا أن العمر فاني يا ما كتابنا ولحنا في الدار عذبتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني